حقيقة حرية وحدة وطنية. عشت طفولة مثل أغلبية الطبقات الفقيرة ماديا نقول المجتمع، كانت أغلبيتها سلبية فترة الطفولة، وصدمت أنه مخمن كنت أنه المجتمع الإنساني هو مجتمع مثالي، فصدمت لما عرفت أنه منه مثالي خالص، يعني مجتمع تسودة وشريعة الغاب، يعني كنت بحالة وحدة بهالصورة لأسباب معنوية وأسباب مادية، يمكن هلق عبعوض يعني الموضوع. حلمي أنه يكون في مجتمع مثالي، أنه بيحقق له الاكتفاء الذاتي للإنسان. رغبت أكثر شيء أنه أقدر أتوصل لمرحلة الطيران الكامل، أصير مثل الطائر وأقدر أنتقل بسرعة الضوء من مكان لمكان، هيك تتحرر من كل شيء تقريبا. Thank you.